أهلا وسهلا بحضراتكم في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد. احنا مبسوطين جدا وفرحانين بكل الضيوف وأصدقائنا اللي جايين يهنونا بعيد القيامة. خلينا نرحب بيهم كلنا، أهلا وسهلا بيكم. حضوركم ووجودكم معانا بيخلي للعيد فرحة وطعم مختلف. نفسي كمان أرحب بكل المشاهدين اللي بيتفرجوا على الخدمة دي وبيحضروها على كل القنوات الفضائية. كل سنة وحضراتكم طيبين، أهلا وسهلا بيكم. المسيح جه إلى أرضنا من أكثر من 2000 سنة، تجسد وتأنس من القديسة العذراء مريم وعاش بينا وعاش في أرضنا، مشي بين الناس ولمس أتعاب الناس وحب الناس وغير الناس وصنع منهم أناسا أفضل جدا، وذهب إلى الصليب طوعا واختيارا وعلق على الصليب ومات وقام. مات المسيح من أجل خطايانا وقام من أجل تبرينا. دي الطريقة اللي ربنا عبر بيها عن محبته للإنسان، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. المسيح مات من أجل كل الجنس البشري لكي لا يهلك كل من يؤمن به. خلونا في بداية احتفالنا دون نبدأ الاحتفال بالصلاة. أدعوكم نقف جميعا، يقودنا في الصلاة القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي. صلي. يا إله كل نعمة ومصدر كل بركة، نشكرك من أعماق قلوبنا لأجل النعمة التي نحن فيها مقيمون. نشكرك لأجل المحبة التي فاقت كل الحدود. نشكرك يا سيدنا الرب لأننا إذ نجتمع في هذه الفرصة المباركة لكي نتذكر القيامة المجيدة لربنا يسوع المسيح، نتذكر هذه القيامة بكل ما تحمله من معاني عميقة، نتذكر الأمل، نتذكر الرجاء، نتذكر يا سيدنا الرب أنك انتصرت على الموت وأننا نستطيع أن ننتصر على الموت وعلى الخطية وعلى الشر وعلى الظلم في كل مكان. أعطنا أن نحيا لك وأن نتمسك بك وأن يكون لنا هذا الرجاء المبارك في ربنا يسوع المسيح. يا سيدنا الرب نصلي أن تبارك هذا الاحتفال، أن تبارك وجودنا معا، أن تبارك كل الأحباء الذين حضروا، أن تعطي لنا نعمة حتى نشعر جميعا أننا شركاء في هذا الوطن الذي نحبه والذي نفتديه جميعا. نصلي أن تبارك قيادتنا، أن تبارك رئيس الجمهورية، وأن تبارك كل الذين هم في منصب كما علمتنا حتى نقضي حياة هادئة مطمئنة. نصلي من أجل كل الخير لبلادنا، من أجل أمنها ومن أجل استقرارها ومن أجل بركة خاصة وافتقاد خاص لبلادنا مصر التي تحدثت عنها مبارك شعب مصر. نصلي من أجل كل إنسان مريض وكل إنسان حزين وكل إنسان متألم في كل مكان، كما نصلي أن تعطي لنا نعمة وبركة لنراك أمامنا في كل حين، في اسم ربنا يسوع المسيح، آمين. استأذن حضراتكم احنا واقفين. احنا جايين النهارده نسبح الرب يسوع، جايين نحتفل. احنا مش جايين عشان في عيد، احنا بنعيد ليه هو. امين. يسوع حي وهي يستحق كل تسبيح، يستحق ان احنا النهارده نعترف بيه ونعظمه في وسطينا. بنحتفل باله مقام. خلونا نقول الترنيمه دي: لك نرفع ذبيحه الحمل، لك نرفع ذبيحه الحمل.
المسيح تسبيح، مسيحنا يستحق كل تسبيح لأنه حي، حي في قلوبنا وحي وسطينا. زيدوا المسيح، قولوا قام والموت ملهوش سلطان. زيدوا المسيح تسبيح، زيدوا المسيح تسبيح حللنا بنا منكم نادوا الأبطال أبطال يمشوا بصليبكم جنبكم. زيدوا
احنا بنختم وقتنا القليل ده. في رومية 8 بولس الرسول بيقول الروح الذي اقام يسوع من الاموات هو ساكن فينا، نشيدي يعلو بالهتاف، يسوع حي فيا. فكل عيد بقول يا رب انت حي فيا، مهما كانت الالام، مهما كانت الصعاب، مهما كانت الضيقات، هو قام من الاموات، هو غلب الالم والموت. خلونا ننشد النشيد ده، يسوع حي، يسوع حي في كنيسته، يسوع حي في قلوبنا، واحنا بنعلن بايماننا وبتسبيحنا يسوع حي فيا. نشيدي يعلو بالهتاف وكذا التهبي وسوقي وترنمي لسيد المجيد، فذاك ربي الذي سبناه في قلبي اسمك. مكتوب عن المسيح خرج غالبا لكي يغلب، مش يغلب الناس ولا يغلب البشر، لكن يغلب الشر ويغلب الموت الأبدي اللي تسرب لكل الجنس البشري، عشان يديني ويديك حياة أبدية، عشان يدينا نصرة على الشر في العالم اللي احنا عايشين فيه ويدينا أبدية. نستمع الآن إلى قراءة كتابية من الدكتور القس عاطف مهني عميد كلية اللاهوت الإنجليزية. نستمع إلى بعض الأعداد مما ورد من الرسالة إلى أهل كورنثوس الأصحاح 15. فإني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر للصفا ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا. أيضا بعض الأعداد من الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح الثاني. وأنتم إن كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا
حسب ظهر هذا العالم، حسب الرئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال لكي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. يبارك الرب كلماته المقدسة لنا. المسيح صلب ومات ودفن، حقيقة أثبتها التاريخ، وهناك أدلة كثيرة على موت ودفن المسيح، وهناك أدلة أكثر على قيامة المسيح. قبره فارغ إلى الآن، المسيح قام بالحقيقة، قام المسيح، قام بالحقيقة، قام المسيح، قام بالحقيقة، قام. يقودنا في الصلاة القس محسن منير الأمين العام لمدارس سنود سنيل الإنجيلي. نسكب قلوبنا أمام إلهنا في الصلاة. أبانا السماوي، من كل قلوبنا نشكرك، نشكرك لأجل محبتك التي نثق أنك أحببتنا بها فأعطيت ذاتك لأجلنا، أسلمت من أجل تحريرنا، وأقمت من أجل تبريرنا. نشكرك يا رب لأجل هذا الحدث الفريد، ونحن نثق أنه ليس مجرد حدث تاريخي، لكن مركز إيماننا بشخصك أنك المسيح المقام، صاحب القدرة والقوة والسلطان، الذي تهزم فينا وبنا كل قوى الشر، وتمنح كل العالم كل الحب والحنان، كل أعمال الرعاية والقيادة والإرشاد. نثق في شخصك الكريم، ونحتاج إليك في كل أمور حياتنا. نسألك يا رب بركة خاصة لأجل احتفالنا، لتكون وتبقى دائما المركز في هذا الاحتفال، أنت السيد الرب المقام. نسألك لأجل كل أشخاصنا، كل واحد أنت أعلم بظروفه واحتياجه. جميعنا نتضع أمامك، وجميعنا ننتظر عملك في حياتنا. نسألك لأجل بلادنا، أنت تعلم كل الظروف وأدق الاحتياجات، وأنت القادر أن تقود الأحداث، لأنك رب التاريخ، لتعطي كل البركة والنجاح والازدهار لبلادنا. نثق أنك تجيبنا، لأننا نسأل كما علمتنا، في اسم المسيح يسوع، ولك كل المجد، آمين. بالنيابة عن كنيسة قصر الدبارة وعن نفسي، برحب بكل ضيوفنا، وبخاصة برحب بالاحتفال الرسمي بالطائفة اللي عاد مرة تانية للكنيسة بعد غياب بسبب الظروف اللي كانت في ميدان التحرير. بالذات النهاردة عندنا مناسبة خاصة، ان رئيس الطائفة الجديد اللي انتخب يوم 20 فبراير بإجماع المجلس الملي الدكتور القس أندريا، هو اللي النهاردة بيستقبل الضيوف نيابة عن الطائفة الإنجيلية
وبيقدم لنا رسالة الطائفة هذا العيد. الدكتور قس أندريا ليس مجرد هو رئيس الطائفة، لكن هو مدير سيوس، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اللي ليها باع كبير بالخدمة والعمل الاجتماعي الإنساني في بلدنا من سنوات طويلة جدا. وتحت قيادته الهيئة أخذت خطوات عملاقة للأمام لتخدم مئات الألوف أكثر من كل الماضي. اسمحوا لي نرحب به النهارده وهو يقدم رسالة الطائفة، الدكتور قس أندريا زكي. أود في البداية باسم أعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية الذي يحضر البعض منهم معنا أن أقدم التهنئة لحضراتكم جميعا، كل سنة وانتم طيبين. في البداية أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تهنئته الرقيقة لنا، والذي أوفد ليحضر معنا السيد الأستاذ كريم الدواني أمين رئاسة الجمهورية، نحييه. أنا عايز أتفق مع حضراتكم على حاجتين. الحاجة الأولانية، أنا دي أول مرة أقوم بهذه المهمة، فأتمنى أن أنا أستطيع أن أنا أقدمها بطريقة مناسبة، فعشان كده أطلب من حضراتكم أن إحنا ننتظر للنهاية ويكون عندنا تصفيق ضخم جدا لكل اللي إحنا هنرحب بيهم. اتفقنا على هذا الأمر. الأمر الثاني، أنا في إشكالية حقيقية، لأنه أعداد الشخصيات العامة اللي موجودة في القاعة تقريبا يقترب من 200 شخص، فأنا هضطر أرحب بالسادة المسؤولين وهقول كلمة للشخصيات العامة. أولاً أشكر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على تهنئته الرقيقة. أشكر أيضاً الأستاذ الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الذي يحرص دائماً على المشاركة وهو موجود معنا. أشكر أيضاً السيد اللواء إبراهيم يونس وزير الإنتاج الحربي الموجود معنا، أهلا وسهلا. أشكر أيضا الأستاذة الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي التي حضرت أيضا بيننا، كما أشكر الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة الذي حضر أيضا بيننا رغم ارتباطات سابقة، لكن أنا بشكره لوجوده معنا. وأنا بأحب السادة الوزراء ومحافظ القاهرة نديهم تحية كبيرة جدا موجودين معانا. أتقدم الشكر أيضا لسيادة الوزير اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والذي أرسل إلينا برقية تهنئة رقيقة، كما أناب عنه السيد اللواء رجاء النيازي الذي يحضر بيننا، كما أشكر فضيلة الأستاذ دكتور وزير الأوقاف الذي أناب عنه الأستاذ مخلص أديب لحضور الحفل، كما أشكر الدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة لمشاركتها الاحتفال، وسيادة اللواء محيي اليمن نائب محافظ المنطقة الغربية بشكرهم للوجود معنا. بشكر الدكتور هاني أدري الذي أصر للحضور على لنا في مقر رئاسة الطائفة لتهنئتنا بالعيد، فأنا بشكره على هذه اللفتة الكريمة. معنا أيضا الصديق العزيز الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ومن بين السادة الوزراء السابقين الدكتورة نادية زخاري وزير البحث العلمي معانا، والدكتور محمد سالم وزير الاتصالات، والدكتور أحمد زكي باتر وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة فينيس جودة وزيرة البحث العلمي السابقة،
بشكرهم جميعا، نهنيهم ونحييهم جميعا. ايضا ارحب بالدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهليه الموجود معنا، ويوجد العديد من رجال السلك الدبلوماسي اللي حاضرين معانا، بعض السفراء ونواب السفراء، صعب اقول كل الاسماء، ويوجد حوالي اكثر من 150 شخصيه عامه من المفكرين والمثقفين وقيادات الفكر. ارجوهم بما لدي حب عندهم يغفروا لي ان انا ما قلتش الاسماء، رؤساء المذاهب الانجليه، القيادات الانجليه، الاعلاميين اللي متعودين كمان يحضروا مع عصر الدبارة كل سنة أعداد كبيرة. أرجو تحية كبيرة لكل الحضور. رسالتي إليكم اليوم عنوانها القيامة حرية. القيامة حرية. مش ممكن أبدا نفهم القيامة بعيدا عن فهمنا لقصة الصليب والألم. وقصة الصليب أنا بسميها صدمة الصليب. نفس السيد المسيح لما تحدث مع تلاميذه عن إمكانية إنه يتصلب انتهروه وقالوا له مش ممكن، ازاي ده يحصل؟ ده لا يمكن ان يصدقوا عقل. لكن هو كان متيقن من طريقه، يقول عنه كده الكتاب المقدس: وثبت وجهه نحو اورشليم. حتى لما كلمهم عن القيامه الموضوع ما عادش في دماغهم. قالوا ايه الحكايه دي؟ ايه حكايه انه يموت؟ وايه حكايه الصليب؟ وايه حكايه القيامه؟ ما عادش الموضوع في دماغهم. وبين صدمه الصليب ومفاجاه القيامه ولدت المسيحية. المسيحية هي الرسالة اللي بين صدمة الصليب ومفاجأة القيامة. القيامة حرية، حرية من الشك والخوف. مفيش شك ان لحظات الصليب كانت بالنسبة للتلاميذ لحظات مربكة للغاية. مفيش شك كان عندهم خوف من اليهود، ما اسميه انا سقوط العقيدة. وهم دخلوا في سجال عقائدي، المسيح دخل في سجال عقائدي مع اليهود وقال لهم كما قيل أما أنا فأقول. وكان هناك إعلانات جديدة، كان في خوف من اليهود هيقولوا لهم إيه ده المسيح مات. كان في خوف من الرومان، ده المستعمر في ذلك الوقت قضى على كل شخص قبل كده قال إنه مسيح. كانوا خايفين من السلطة السياسية في ذلك الوقت، كانوا خايفين كمان من الجمهور. الناس اللي خرجت ورا المسيح وطلعت هيقولوا لهم ايه؟ هيقولوا لهم في النهايه المسيح مات. كان في خوف وكان في شك، وانا بعتقد ان كل واحد منهم راجع حساباته، لدرجه ان بطرس رجع مره تاني وقال انا اعود لمهنتي القديمه، اعود للصيد، مفيش فايده، المسيح مات. ومع غياب الامل ومع غياب الرجاء تأتي القيامة كقوة محررة من الخوف والشك. القيامة قوة محررة من الخوف والشك. عشان كده الجماعة المهلهلة دي، المنقسمة دي، البعيدة دي، بقوة القيامة تغيرت وتحررت من الشك وتحررت من الخوف وقدرت إنها تخرج وتغير العالم. مرات كتيرة بيكون عندنا شكوك كتيرة، مرات كتيرة بيكون عندنا قلق، مرات بنشك في نعمة الله، مرات بنشك في قدرة الله، مرات بنخاف. الرسالة ليا ولكل واحد وواحدة من حضراتكم اليوم: القيامة حرية من الشك والخوف. أيا كانت المخاوف التي لديك، أيا كان الشك الذي لديك، افتح عينيك وانظر المقام. القيامة حرية من الشك والخوف. الفكرة الثانية: القيامة إعادة بناء الفرد والجماعة. القيامة إعادة بناء الفرد والجماعة.
الصليب ترك الجماعة الأولى مهلهلة بكل المقاييس، لكن القيامة كانت طاقة نور بص من خلالها التلاميذ مرة تاني على حياة السيد المسيح، وبدأوا يعيدوا قراءة حياته وتعاليمه وأفكاره، وكان التغيير مذهل لأن القيامة غيرت النظرة. رجعوا وبصوا على المعجزات، رجعوا وبصوا على حياته، رجعوا وبصوا على تعليمه، واكتشفوا من خلال طاقة القيامة أن هذه الحياة مغيرة، أن هذه التعاليم مغيرة. القيامة كانت طاقة نور أعادت بناء فكر هذه الجماعة ورؤيتها للحاضر والمستقبل. مش بس القيامة فكرة أعادت بناء الأفراد، لكنها دفعت الجماعة الأولى إلى بناء المجتمع، كوميونيتي، بناء المجتمع. لما نبص لسفر الأعمال يتحدث عن الجماعة الوليدة بأنها كانت تعلم بسلطان، تكسر الخبز معا أي فريضة العشاء، تصلي معا، وكانوا بيبيعوا ممتلكاتهم أو يعطوا جزء من ممتلكاتهم للفقراء. كان نتيجة الإيمان بشخص المسيح حركة تجاه احتياجات الناس، بناء مجتمع. ويقول بعد كده في سفر الأعمال: وكان ينضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. أي أن القيامة لم تكن فقط إعادة بناء الأفراد، ولكن إعادة بناء مجتمع، مجتمع على التكافل، مجتمع على العطاء، مجتمع على الحب. سواء باعوا أملاكهم أو إدوا جزء منها، كانت في النهاية طاقة نور وقوة محررة تبني المجتمع. وأدعوكم اليوم إلى الاشتراك في بناء المجتمع. فلتكن القيامة حرية من الخوف، فلتكن القيامة إعادة بناء، ولتكن أيضا إعادة بناء مجتمعنا، بلدنا. نمد أيدينا للجميع، نساهم في بناء الكل، فالقيامة حرية. فكرة الثالثة والأخيرة: القيامة صدق. صدق. اليهود لما قالوا لهم ده المسيح قام، راحوا دفعوا رشوة للجنود وقالوا لهم قولوا إن تلاميذه سرقوا جسده. والرومان خانوا الأمانة أيضا، لأنه كيف يقبل الجند الروماني أن يقول هذا؟ خانوا الأمانة أيضا وقالوا أن التلاميذ سرقوه. وحتى التلاميذ نفسهم كانوا منقسمين في مجموعة، أول ما شافته صدقت، وفي ناس تاني قالوا إن ما كناش نحط إيدينا في مكان الجروح ما نؤمنش إن هو قام. ومع هذا يضع أيديهم ويخسر اليهود ويخسر الرومان وتكسب الجماعة الأولى، لأن القيامة صدق. وتستطيع هذه الجماعة أن تغير العالم، وتستطيع هذه الجماعة أن تبني منظومة تغير العالم. ممكن الفساد يكسب مؤقتا، ممكن الكذب يكسب مؤقتا، لكن لا يكسب للنهاية. كسب مؤقتا ولو لحظات اليهود والرومان، لكنهم خسروا، لأن هذه الجماعة التي آمنت بهذه الحقيقة، بهذا الصدق، غيرت العالم بأكمله. إخوتي وأخواتي، ونحن نحتفل بالقيامة لا نحتفل لمجرد الاحتفال، نحن مدعوون اليوم أن نثق في ذاك الذي كسر شوكة الموت، الذي أعطى حرية. فلتحررنا القيامة من كل شك وخوف وقلق، فلتساعدنا القيامة أن نخرج ونبني المجتمع، أن نقدم المحبة والخير للجميع. فلتساعدنا القيامة أيضا أن بلادنا تنعم بالرخاء، وأن نكون عاملين وفاعلين بقوة في بناء رخاء وتقدم بلادنا. القيامة حرية، القيامة حرية. كل سنة وحضراتكم طيبون. يبدو لي ان انا ما نجحتش 100% في تناول كافة الاسماء، وفي اسماء سقطت مني كثيرا، فانا ب
باسم حضراتكم أرحب بسيادة السفير محمود كامل سكرتير المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأرحب بالدكتورة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، وأرحب أيضا بالدكتور محمد جميعة منسق بيت العائلة الذي حضر خصيصا عن الذي حضر خصيصا عن فضيلة الإمام الأكبر، ووصل الآن الدكتور عمرو موسى، ورحب به ترحيبا خاصا. أرجو أن أحيي كل الذين بشكر أيضا بنا المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، واللواء السيد نصر نائب محافظ القاهرة، والشيخ محمد عاشور وكيل الأزهر الأسبق، وقيادات مجمع البحوث الإسلامية وقيادات الأمن الوطني والإعلام. وأوعدكم العيد الجاي إن شاء الله هيكون كل الأسماء مرة واحدة. كل سنة وطيبين، وبهني حضراتكم جميعا بعيد القيامة. قبل أن نستمع إلى خدمة الترنيم بعنوان الذبيح المقام من فريق الكنيسة وأشعار الدكتور شادي جورج، أنا نفسي بعد الكلمة دي نغمض عينينا دي ونصلي. غمض عينك في اللحظات دي. المسيح المقام قام ليحررك من الخوف، حرر التلاميذ وحرر شعبه من الخوف، ويقدر يحررك من الخوف النهاردة. لو أنت بتخاف من الموت، لو أنت بتخاف من المرض، لو أنت خايف من النهاية، المسيح المقام بيننا الآن ليحررك من المخاوف. مش مجرد عيد واحتفال ومراسم بنعملها، لكن تكون الكلمات دي لها تأثير في حياتنا. لكل الخائفين، يسوع قام من الأموات ليحررك من الخوف ومن العبودية. هتعيش ازاي بالمسيح المقام دون؟ هتبني المجتمع، هتبني الفرد. الرسالة كانت واضحة لكل واحد فينا النهاردة. يسوع مات وقام من بين الأموات ليحررنا من مخاوفنا، ويعطينا أمل ورجاء، وينير الحياة والخلود، ويجعل منا أناسا أفضل ومواطنين أفضل نبني مجتمعنا. بنشكرك لأنك مت من أجل خطايانا لتنير الحياة لكل واحد فينا رب. أشكرك لأنك أحبيت البشر جميعا بلا تمييز، وأنت تقدم الحرية للجميع. ليك كل المجد أيها المسيح المقام. أمين. استمع الآن إلى خدمة ترنيم بعنوان الذبيح المقام بقيادة فريق الكنيسة وأشعار الدكتور شادي جورج، وبعدها نستمع مباشرة لكلمة من راعي الكنيسة القس الدكتور سامح موريس. فنادى الرب الإله آدم وقال له: آدم آدم أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت، لأني عريان فاختبأت. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. صدقت كذبة، واللي صدقته معاديني، واخترت أنا ولا عارف اختياري فين موديني، هربان من وجه الإله
هربان والخوف جوايا مليني، مفصول والانفصال موت، وانا مين من الموت يعديني؟ مهزوم مغلوب من فكري، وفكري لا بيهديني ولا يهديني، تعبان وشقيان وعرقي طلع لي حسد وشوك في بساتيني، يأسان وجعان للحب من بعد ما قطعت حبال الحب ما بينه وما بيني، خجلان وعريان وإحساس العري كسرني حنيني، مفضوح مكشوف ما نفع ورق الطين يغطيني. فتحت عينيا على ستر من ايده، ذبيح بريء بجلده غطاني وبدمه كاسيني. فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله، بنى هناك إبراهيم المذبح، ورتب الحطب، وربط إسحاق ابنه، ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك الرب من السماء وقال: إبراهيم، إبراهيم. فقال له: ها أنا ذا. فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر، وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه.
فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. وفي يوم دخلوا امتحان وطلب، لا فسر ولا شرح، قدم لي ابنك ذبيحة بدون سؤال. هو في حكمته سمح. صعب المطلوب، الابن الوحيد المحبوب، ده قلب الأب بينوجع لو صاب الابن شيء أو انجرح. وفكر لما يقدمه القدير يغلب الموت ويقومه، وفكره لبعد الموت سرح. ويلملم كم حجر على شوية حطب ناشفين، وعليهم يربط ابنه بإيدين مجروحين بعد ما الكل عواطفه كبح. والفوق يرفع السكين، وقبل ما ينزل على الابن صوت من السماء صدح: ارفع يدك عن الغلام، ما تفعل بي أي ما يكون. فبص وراه ولمح كبش مربوط من القرون. كان هو الذبيح البريء اللي اتحط على المذبح بديل واندبح. كلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: كلم كل جماعة بني إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء، شاة للبيت، ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر، ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، ويأخذون الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها، ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها. فأرى الدم وأعبر عنكم.
وانا وسط ناسي افتكر ليلة في عمر شعبنا تنحسب. ليلة الفصح اما شفنا ايد الرب الاله بقوة وعجب. ليلة ما انقذنا وعبرنا وتمن فدانا من عنده وهب. كنا عبيد مقهورين مذلولين ومعنى الحياة منك نهب، وفرعون فارد عالي ومتعالي يا مزل ويا مخوف ويا مرعب. في ليلة الفصح يبعت الإله ملاك الموت يختار من بيوت أبكار ويعدي بيوت صدقت بإيمان ونفذت الطلب. في ليلة الفصح العاتي يدوق الموت والموت عن بيوتنا ينحجب. وقبل ما يهل نهار وملاك الموت بيدور يصير المقهور منصور والوضع انقلب، وتختلط أصوات العويل بأصوات تهليل شعب بالإيمان فديته كسب. أما الذبيح البريء فدمه علامة الخلاص والفدا مرشوشة على الأوايم والعتب. فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئا بل بالحري يحدث شغب، أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا: إني بريء من دم هذا البار، أبصروا أنتم. فأجاب جميع الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى أولادنا. حينئذ
أطلق لهم باراباس، وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب. وشهود من سمعوا في أشهر قضية بحكمها المألوب. التلميذ اللي خان ندم بعد ما خان وقال سلمت دم بريء، وزوجة حاكم صرخت إياك هذا البار بريء. حتى بيلاطس اللي حكم عليه ملقاش ذنب فيه وقال بريء. والمجرم اللي كان متعلق على الخشبة جنبيه قال يتحاكم هو زينا ليه وهو بريء. وصدر الحكم بالمقلوب، علي ما كان في فمه غش ولا كان في شيء معيوب. اللي ما قدر الشيطان مر عليه ولا قدر يخليه مغلوب. بريء يختار بإرادته ينذبح لجل ما يدفع ثمن خطايانا ولجل ما يستر العري والعيوب. بريء بديل كل إنسان حتى وإن كان في الدنيا إنسان واحد يدوب وذبيحة فدا، بس مش لشعب واحد ده لكل الأمم والشعوب. عشان كل ده وعشان ما نتستر والنول بدم البديل الفدا، كان لازم ذبيح بريء يتعلق على الخشب مصلوب. Yeah.
Thank you.
فقال لهن: لا تندهشن أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، قد قام، ليس هو هاهنا. وتعلق على الخشب مصلوب، وذبيحة الحب اللي تقدمت رضي بيها الحق واكتفى، والوعد بالفدا والخلاص الإلهي تممه ووفى، واتصلحت السماء مع الأرض على دم الذبيحة المهدفة، ونسيم عبير رضاه علي لفوق لفوق للسماء وهفى، وفجر الحد كانت علامة الصلح، كانت علامة الرضا، رغم جمعة سواد وسبت حداد فيهم النور انطفى. في فجر الحد شق يوم للبشر جديد فيه الجو صفى، يغلب بنوره شرور الظلم والحداد والسواد والروح الحزن نفى، ومن نوره الشديد يتنطر الحجر من على فم القبر البعيد، والموت هرب واختفى، قام الذبيح غالب منصور دايس على الموت والشرور، رافع راية قيامة على كل أركان الدنيا مرفرفة. يا ملك الملوك، يا سيد الأسياد، بنحتفل بفدينا الحي من
كلمة قصيرة أحب أن أنا أهنيكم بهذا اليوم. كل سنة وحضراتكم طيبين، ومصر بلدنا الجميلة الغالية علينا خير وسلام، وتكون القيامة روح للحياة وإقامة لكل يأس يتحول إلى رجاء، وكل دموع تتحول للأفراح. في العصر الأول الميلادي، التحية اللي تعود الناس يحيوا بعض بيها المسيحيين، على فكرة الناس سمتهم مسيحيين، هما ما سموش نفسهم مسيحيين، هما قالوا عن روحهم تلاميذ المسيح، بس الناس من كتر ما بيتكلموا عن المسيح قالوا دول المسيحيين. التحية اللي كانوا بيسلموا على بعض بيها هي كده، أول ما يشوفوا بعض يقولوا المسيح قام، فالتاني يرد عليه ويقول له بالحقيقة قام. زي النهاردة إحنا مثلا نقول سلام عليك، فترد عليه تقول له رحمة الله وبركاته. دي كانت التحية، المسيح قام، فالتاني يقول له بالحقيقة
قام، دي أكيدة، ده مش ظنون، دي مش أوهام. المسيح قام بالحقيقة، قام. الغريب إن حدث القيامة كان مفاجأة غير متوقعة من كل الناس، برغم إن المسيح قالها للتلاميذ وللجموع أكثر من 7 مرات أو حول 7 مرات، يقول لهم أنا هروح أورشليم وهيتقبض عليا وهأصلب وفي اليوم الثالث أقوم، لدرجة إن بطرس انتهر مرة بيقول له ما تقولش الكلام ده، إحنا رايحين نملك، إحنا رايحين ناخد العرش، صليب إيه اللي بتتكلم عنه؟ وبرغم إن الصليب حصل، لكن نسيوا إنه قال لهم إني في اليوم الثالث أقوم. حقيقة غير متوقعة. ليه؟ ليه ما حدش توقعها؟ ليه اليهود ما توقعهاش؟ ليه الرومان اللي صلبوه ما توقعهاش؟ وليه بكل أسف التلاميذ نفسهم صدموا من الخبر ولم يصدقوا في البداية؟ سبب بسيط قوي، إن حاجة ما حصلتش قبل كده خالص خالص، زي ميلاده، حدث ما حصلش قبل كده، لم يولد إنسان من عذراء، ما حصلتش قبل كده، ما حصلتش، بس معاه هو بالذات حصلت. القيامة أيضا حدث لم يحدث من قبل، لا لا إزاي؟ ياما أنبياء أقاموا موتى، ده صحيح، إليشع أقام، إلي أقام، ده صحيح، والمسيح أقام موتى، وأخيرهم كان لعازر اللي كان بقاله 4 أيام في القبر، لكن قيامته فريدة. ليه؟ لأن ما حدش أقامه، هو اللي أقام نفسه، هو اللي أقام نفسه، زي ما قال لهم كده، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا، أنا اللي أسلمت نفسي ليهم، أنا اللي رايح للصليب، وزي ما أنا وضعت نفسي أنا كمان أقيم نفسي، لذلك لم يتوقعها أحد، مفاجأة غير متوقعة. اليهود لم يتوقعوها لأنهم أخيرا تخلصوا منه، ودي الكلمات اللي قالها الوالي في متى 27:18، لأنه علم أنهم قد أسلموه حسدا. قادة دينيين عندهم شعبية والناس ماشية وراهم تسمع لهم واللي يقولوه الناس تنفذوا سلطة الدين، وفجأة الجموع تركتهم ومشيت ورا هذا المعلم الذي من الجليل اللي مش من هنا، وقالوا البعض كده انظروا الجموع تتبعوا، لا 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 راحت عليكم، راحت عليكم. أسلموه حسدا لأنهم فقدوا سلطتهم ومكانتهم الدينية. مين ده اللي هياخد مننا المشهد؟ أسلموه حسدا، بل إن الخدام اللي بعتوه في مرة من المرات عشان يقبضوا عليه وكان يعلم في الهيكل رجعوا من غيره، فسألوهم رؤساء الكهنة ما جبتهوش ليه؟ فقالوا العبارة الجميلة ديت، لم يتكلم قط إنسان كهذا. يوحنا 7:46، احنا سمعنا اللي ما سمعناهوش من حد، ما قدرناش نمسكه، ده مختلف، ده حاجة تانية. أسلموه حسدا لأنهم خافوا من شعبيته الجارفة والجموع قد تبعته، واستطاعوا إنهم يحشدوا الناس تبعهم. تعرفين طريقة الحشد دي، دايما بيبقى في طريقة للحشد، منها الفلوس طبعا، يعني بالذات الناس الغلابة اديله كده قرشين وهو يهتف معاك، وحشدوا الجموع وصرخوا اصلبه اصلبه، واخيرا تمكنوا منه وصلبوه وهزقوا منه وسخروا منه عند الصليب، قالوا ان كنت ابن الله زي ما انت بتقول انزل عن الصليب. ايه حكايه ابن الله ديت؟ في المحاكمه قبل ما يسلموه لبيلاطس حاولوا يجدوا تهمه بيها يحكموا عليه بالموت، ما لقوش، ففي الاخر رئيس الكهنة قال له بص نجيب من الآخر، هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له نعم أنا هو، ومنذ الآن تبصرون ابن الإنسان
جالس عن يمين العظمة وآتي في سحاب المجد. فرح شق هدومه وقال خلاص احنا عايزين شهود ليه؟ جدف ليه لما قال ابن الله يبقى جدف؟ لأن عند اليهود كلمة ابن الله مش معنى ربنا اتجوز وخلف، لا، ابن الله معناه مساوي لله. كيف وأنت إنسان تجعل نفسك إلها؟ يبقى يتحكم عليه بالموت. قال عن نفسه ابن الله يعني هو الله، يبقى جدف، يبقى نموت هذا المجدف، هذا الهرطوق. وهم تحدوه وقالوا له كده، إن كنت فعلا ابن الله انزل من على الصليب فنؤمن بك. الحمد لله إنه منزلش وحطناه في القبر. وبعدين افتكروا إنه قال إنه حيقوم في اليوم الثالث، وقال تبقى مصيبة لو تلاميذ جم وسرقوا الجسد وقالوا إنه قام، وتبقى العاقبة أسوأ من الأول، فالناس تؤمن بيه والناس تذهب وراءه وتبقى الكارثة ملهاش حل. نعمل إيه؟ راحوا للوالي وقالوا افتكرنا ان هذا المجدف قال انه في اليوم الثالث اقوم، طلباتكم ايه تاني؟ عايزين ايه تاني؟ قالوا له حراس من عندك وختم الامبراطور، فنحرس القبر ونشمعه ونختمه عشان محدش يمد ايده على هذا القبر حتى اليوم الثالث وبعدين خلاص. فصنع لهم ما ارادوه، لم يتوقعوا القيامة، توقعوا أنه يتسرق لكن لم يتوقعوا القيامة. بعد القيامة لما جاء الملاك ودحرج الحجر والحراس وقعوا على الأرض وقام المسيح وراح الحراس عشان يقولوا لرؤساء الكهنة اللي حصل، قالوا لهم ما تقولوش لحد الكلام ده، وراحوا ادوهم فلوس وقال لهم قولوا احنا نعسنا نمنا، وبعدين واحنا نايمين التلاميذ جم وسرقوه. طب عرفتوا منين انهم التلاميذ ولما انتوا كنتوا نايمين؟ اهو يا عم بقى خلص خلص خلص. طب في حراس بيحرسوا شخصيه مهمه زي دي يناموا؟ اساسا الحراس بيبقى عندهم نبطشيات، في ناس بتنام وناس بتصحى، كلكم نمتوا يعني حاجه غريبه جدا. وشاع هذا الخبر حتى يومنا هذا يظن اليهود ان التلاميذ سرقوا. غريب قوي، كيف تكون قائد وزعيم ديني وتقبل حقيقه ان الغايه تبرر الوسيله، ترشي عشان الناس تكذب وتشهد شهاده وترشي يا راجل يا راجل يا مفتري، ترشي عشان تزور القضاء وتزور التاريخ وانت رجل دين؟ اصل الغايه تبرر الوسيله، اصل الغايه تبرر الوسيله. طب العمى ده هم قالوا لك، ده الحراس قالوا لك اللي حصل، تزور التاريخ وانت تضل نفسك وتضل العالم لسنوات طويله وتنفي حقيقه القيامه. بكل اسف الإنسان يستطيع أن يخدع نفسه إلى هذه الدرجة، وإلى هذا اليوم الناس تعمي عيونها لكي لا ترى الحقيقة. لم يتوقع اليهود أكيد قيامته، لكن الرومان بكل تأكيد لم يتوقعوا. دول مش بيؤمنوا بالتوحيد أصلا، ولا أن ربنا موجود ولا أن ربنا يتجسد، يعني الفكرة دي بالنسبة لهم كلها خزعبلات وزعبلات. فلم يتوقع ابدا الرومان قيامته، بالرغم ان بيلاطس الحاكم قال الكلمات ديت في متى 27-24، انا بريء من دم هذا البار، ده بريء، الراجل ما عملش حاجه تستحق الموت. ومراته بعتت له قالت له اياك وذاك البار، لاني كان عندي رؤيه وحلم في هذه الليله بتقول اوعى تمد ايدك انت مش عارف ده مين. برغم أنه يعلم أنه بريء لكي يرضي الناس والمحكومين والرأي العام، وياما بنعمل كده، ها، أسلمه للصلب. لكن الأغرب من كده أن قائد المئة المكلف بعملية الصلب ديت، قائد مئة بالجنود اللي تولى عملية الإعدام بالصلب ديت، قال عبارة غريبة جدا، قال حقا كان هذا ابن الله. في متى 27-54 خلوني أقرأ
ليه قال الكلمة ديت؟ ليه تحول من أنه مجرد دريء أن قائد المئة الروماني الوثني يشهد عن المسيح ويقول هذا؟ العبارات المكتوبة في متى من أصحاح من عدد 50-27: فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح، وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما قائد المئة والذين معه، مش بس هو لوحده، يحرسون يسوع، لما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن الله. اللي حصل عن الصليب مش مجرد واحد اتصلب ومات، لا لا لا، الشمس اظلمت 3 ساعات، كسوف لمدة 3 ساعات، ما فيش كسوف 3 ساعات، غيمة غطت 3 ساعات، وفي لحظة ما أسلم الروح زلزلة عظيمة، حجاب الهيكل انشق من أعلى إلى أسفل، قبور تفتحت. فقائد المئة قال ده مش مجرد بار وإحنا حكمنا عليه ظلم، هذا بالحقيقة ابن الله. طب لو هو ابن الله يقدر يقوم؟ لا برضو ما يقومش، لا برضو ما يقومش. فلم يتوقع حتى الرومان، برغم أنهم حكموا ببراءته، برغم أنهم شهدوا أنه ابن الله، لكنهم لم يتوقعوا القيامة. الدليل أنهم بعتوا حراس وحطوا أختام على القبر عشان يحرسوا القبر لألا يأتي أحد ويسرقه، لأن فكرة أنه يقوم مستحيلة، ما حصلتش قبل كده، ما حصلتش. من أين يأتوا بهذه الفكرة؟ الأغرب التلاميذ اللي عاشوا معاه ورأوا معجزاته وآياته وسمعوا ما سمعته الجموع وما لم يسمعه أحد، وكتبوا لنا في الإنجيل، وإن قال لهم أكثر من مرة لكني أقوم في اليوم الثالث. حتى هؤلاء لم يتوقعوا الحدث. في 24:1 النساء في صباح الأحد باكرا أخذوا حنوطا وذهبوا إلى القبر عشان يحنطوه، بقية الريتشولز، بقية التقليد اليهودي إنك تحتفظ بأكبر قدر مش متعفن، ففي اليوم الثالث تروح عشان تكفن، تزود الحنوط، تقلل الريح. وكانوا عمالين يقولوا لروحهم من سيدحرج لنا الحجر، الحجر تقيل قوي وإحنا شوية ستات، فرايحين يؤكدوا لأنفسهم إنه ميت وموجود في القبر، ولم يتوقعوا القيامة، فوجدوا الحجر مدحرج والقبر فارغ. فطلعوا يجروا وراحوا لأهم 2 بالنسبة لهم، الاثنين الكبار بطرس ويوحنا، وقالوا لهم حد خد جسد المسيح، مش موجود، القبر فارغ، من دحرج الحجر؟ مين اللي عمل الحكاية ديت؟ فجري بطرس ويوحنا عشان يشوفوا المنظر ده، إيه اللي حصل في ذلك اليوم؟ مرة تانية لم يتوقعوا ما حدث. وبعدين وقفوا من برة كده وبصوا، وبطرس بص، الجسد مش موجود، بس في حاجة غريبة، في الكفن موجود، والمنديل الذي على رأسه موضوع في موضع آخر. لكن مكتوب إن يوحنا دخل إلى القبر، ما وقفش من بره، دخل ليتحقق المشهد. بيقول الكتاب فرأى وآمن. حينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر اللي هو يوحنا اللي كتب الإنجيل ده، الذي جاء أولا إلى القبر ورأى وآمن. إيه اللي خلاه لما رأى آمن مع أنهم لم يصدقوا؟ والمريمات في القصة الأولانية لما رجعوا وقالوا لهم لم نجده، لكن ملكين قالوا لنا أنه قام، قالوا لهم أنتوا بتهزوا، أنتوا بتخطرفوا، قيامة إيه؟ ما حدش قام من الموت قبل كده بنفسه. إيه اللي خلى يوحنا المرة دي يصدق ويؤمن؟ شاف إيه خلى يؤمن قبل ما المسيح يظهر لهم ويحط إيديه ويقول لهم حطوا إيديكم في أثر المسامير وحطوا إيديكم في أثر الحب؟ إيه اللي شافه؟ اسمعوني كويس في الحتة دي، شاف كفن، شاف كفن المسيح موضوع. لو حد هيسرق جثة أكيد هيسرقها بالإيه؟ الكفن بتاعها، مش هيسيب الكفن،
هيسحب الجثه ازاي من جوه الكفن؟ لكن يعني لاقي الكفن موضوع مكانه زي ما هو والجسد مش موجود والمنديل في موضع اخر، ده معناه ان اللي كان جوه خرج من الكفن وترك كفنه علامة على قيامته. رأى فآمن. من سنوات اكتشف كفن في مدينة تورين، The Shroud of Turin. والكفن ده حوالي 4 متر في متر، ودارت حوالي أبحاث كتيرة جدا جدا جدا. كفن مين ده؟ وسنة 88 عملوا أبحاث على الكفن دوت بالكربون المشع، وقالوا أغلب الظن الكفن ده لواحد مات في القرون الوسطى في القرن 14 أو 15، فأكيد ده مش كفن المسيح. لكن الأبحاث الأخيرة كلها، واحد منهم عالم يهودي نزل البحث ده قريب ونزل على الفيسبوك، بتقول لا، أغلب الظن بل ربما يكون أكيد الكفن ده كفن المسيح اللي لما رآه يوحنا آمن. ليه؟ أقول ليه. واحد، الكفن ده قطعة من اللينن، قطعة من الـ من الـ من الكتان، مطبوع عليها صورة نيجاتيف، مش مرسومة، مش رسم، لا، العلماء بيقولوا دي صورة بالراديشن، بالإشعاع، لأن سمك الصورة مايكروميلي على السطح، ونيجاتيف مش بوزيتيف، يعني لما تصور، عارفين لما بتصور الصورة على اللوح الحساس تطلع صورة سلبية، وبعدين تحمضها تطلع الصورة اللي موجودة على الكفن دي صورة سلبية مش الصورة الإيجابية، لما تصورها وتحمضها تطلع الصورة الحقيقية. وده أول كتاب طلع لما واحد صور الكفن ده ونزل الكتاب وقال كفن المسيح. لكن الحقيقة الثانية إن هذه الصورة المطبوعة صورة شخص جلد وصلب، وفي القانون الروماني لما تجلد حد ما تصلبوش، ولما تصلب حد ما تجلدوش. في المحكمة كده ما ينفعش تحكم على واحد في جريمة واحدة بحكمين، يا ده يا ده. لكن بيلاطس في إنجيل يوحنا لأنه أراد أنه يعفو المسيح من الموت جلده أولا، قال لهم هم أنا خلدته أنا عاقبته خلاص، قالوا لا يموت. فالوحيد الذي صلب وجلد هو المسيح، والشراود ده والكفن ده موجود عليه صورة شخص جلد وصلب. بس الكربون المشع بتاعه بيقول انه من القرون الوسطى. العلماء قالوا القطعة التي اخذت من هذا الثوب عشان تمتحن بالكربون المشع من الطرف اللي اتحرق واترفى، ناس هجمت الدير دوت وحرقت الدير دوت، والكفن ده كان موضوع في اناء او في وعاء من الالمنيوم، فنجا من الحريق لكن احترقت جانباته بس، ورفوه الرهبان او الراهبات في القرن الخمستاشر. عشان كده الكربون المشع اللي متاخد من الحته ديت طلع في القرن الخمستاشر. اما حبوب اللقاح الموجوده والزهور اللي موجوده والاشعه ديت اللي بينت ان الجثه ديت مش مجرد ثنائيه الابعاد، ده في صوره العظم بتاع الشخص دي ثلاثيه الابعاد، فهي ليست صورة مرسومة. رأى يوحنا الكفن فآمن. واليوم آلاف الناس يرون هذا الكفن، The Shroud of Turin، تقدر حضرتك تبحث عنه وتقرأ الأبحاث الأخيرة اللي بتقول هذا الكفن لا يدل فقط على موت المسيح لكن قيامته، لأن الصورة المطبوعة دي صورة قوة خارقة للطبيعة أقامت هذا الجسد من الكفن، فتركت صورة الجسد بعظمه ولحمه مطبوع. ليه التلاميذ لم يهتموا بالكفن بعد كده؟ ليه لم يكتبوا عنه كثيرا؟ ليه لم يتحدثوا؟ ليه لم يتركوا كلمات كثيرة عن هذا الكفن الذي رآه يوحنا فآمن؟ لأن المسيح بنفسه ظهر لهم بعد كده وقعد معهم 40 يوم يأكل ويشرب ويتكلم ويتحدث معاهم في داخل المنزل وعلى شاطئ البحر في أماكن كثيرة، وآخر الكل ظهر لـ500 أخ، أكثرهم في ذلك الوقت لما اتكتب الإنجيل باق، وكلهم ماتوا شهداء إيمان
القيامة. عشان كده التحية كان بيحيوا بعضه بيقولوا المسيح قام، فكل واحد يسلم على التاني ويقول له بالحقيقة دي قام. الحقيقة دي تغير كل شيء في الحياة، لأنه لو بالحقيقة دي قام يبقى هو حي، ولو هو حي يبقى وعده اللي قاله في متى 28 أنا معكم كل الأيام يبقى وعد حقيقي، يبقى هو معنا معنا كل الأيام لأنه حي، لأنه جالس عن يمين العظمة في الأعالي وآتيا على سحاب المجد. معنا معنا، وده اللي اختبروه التلاميذ بعد الصعود وهم رأوه هو يؤخذ عنهم إلى السماء. اختبروه معاهم في السجن، في الاضطهاد، في الألم، في الموت، اختبروه معاهم. ونحن لهذا اليوم نختبر المسيح الحي معنا، يعزينا ويشجعنا وعلمنا أن نغفر الذين يسيئون إلينا، وأن نحب أعداءنا، وأن نبارك لعنينا، وأن نحسن إلى مبغضينا، لأنه حي. لكن مش بس معنا، في أعظم من كده، يبقى فينا، وده اللي قاله لهم كده، أنا فيهم وأنت فيا ليكونوا مكملين إلى واحد. يعيش فيا فيقيمني من موتي، يعيش فيا فيحييني بعد رقادي، يعيش فيا فيديني طاقة الحب والغفران اللي يستحيل للإنسان العادي أن يعرفها. تحب أعدائك؟ تحب من يلعنك ويقتل أبنائك أمام عينيك ويذبحهم؟ ما فيش بشر يقدر يعملوا كده، لكن المسيح الحي فيا يعطيني هذا الحب لأحب وأغفر وأرحم وأصلي بركة لهم ولأولادهم ولبيوتهم. هذا ما علمنا المسيح الحي المقام من الأموات. المسيح قام، المسيح قام، المسيح قام. اسمحوا لي نقف مع بعض. عندنا نشيد بنغنيه في كل مرة بنحتفل هنا بالعيد الصغير أو الكبير، عيد الميلاد أو عيد القيامة. إننا نبارك بلادنا مصر، إننا نصلي لأجل بلادنا مصر، أن نطلب خيرها وسلامتها، نصلي ضد الإرهاب والعنف والانقسام، نصلي عفة وطهارة لأولادها ولشبابها، نصلي إن العيون تنفتح والقلوب تمتلئ بالحب وبالغفران، فنعرف نعيش، فنختبر القيامة الحقيقية. خلينا نقول مع بعض النشيد دوت، بس عايز الكلمات بتاعت التحرير. مهما كان الحال هتقدر، ياللي بتشق البحور، مهما كان على الأرض ظلمة، السماء مليانة مليانة نور. مهما كان الحال هتقدر، ياللي بتشق البحور، مهما كان على الأرض ظلمة، السماء مليانة نور. Thank you.
صلي الكلمات اللي رنمناها دي، ارفع قلبك وقول يا رب صحيح اللي احنا قلناه ده بتصليه. بارك مصر شعبها مسلميها ومسيحيها. مد ايدك يا رب وافتح كل عين وكل عمى، شيل كل تعصب، بدل الكراهية ازرع حب، بدل اليأس ازرع امل. انت حي وعدتنا انا حي، انتم ستحيون. احيينا يا رب احيينا، رجع الارض تنبت لبنا وعسلا، حول الصحراء جنة تدي اكل للجياع. يا رب بنناديك واحنا عارفين انك موجود وبتسمع، حي وتحيي، بتحب بل انك الحب، وبتعلمنا نحب ونغفر. بص اللي بيحصل في اليمن وارحمنا، بص اللي بيحصل في ليبيا وارحمنا، بص اللي بيحصل في سوريا وارحمنا، بص اللي بيحصل في العراق وارحمنا ارحمنا، بص اللي بيحصل في سيناء وارحمنا يا رب ارحمنا ارحمنا. انت انقذت بلادنا، خرجتنا الى رحم. كمل معروفك معانا، كمل معروفك معانا، كمل معروفك معانا يا رب. اشكرك، نعظمك، نعطيك المجد يا سيدنا في اسم الفادي، امين. اسمحوا لي الاول نسيب ضيوفنا يخرجوا في ريسبشن بسيط قوي عشان بس نسلم عليكم، وعشان رئيس الطائفه يرحب بيكم، لان كتير من الضيوف جم متاخرين ولم يسع له ان يرحب بيهم من على المنبر. ممكن الضيوف يتفضلوا للقاعه العليا، ممكن كل ضيوفنا الكرام يتفضلوا مع الاشرز ومع رئيس الطائفه، اهلا بيكم. وخلينا نقول تاني العدد الاخير دوت، وضيوفنا بينصرفوا، وبعدها لسه معانا 10 دقائق نجمع العطا ونقول بعض الإعلانات المهمة. قول معايا العدد الأخير بينما ضيوفنا الكرام بيتفضلوا للقاعة العليا ريسبشن. ممكن الناس في الجالية ما تتحركش، مش عايزين حد يتحرك عشان نقدر نسلكهم ما بين الزحام وما بين الصفوف. ممكن نوسع الطريق شوية، ممكن نوسع الطريق شوية. قول معايا العدد الأخير ده مرة تانية. يا إله الحب اسمع لدعانا أجمعين، خلي مصر بلدنا جنة رد حق المظلومين. يا إله الحب اسمع لدعانا أجمعين، خلي مصر بلدنا جنة رد حق. عايزين نفرح بيه، عايزين نعلي صوتنا بالتسبيح ونشهد للشفيع اللي شفع فينا اللي مات من أجلنا. أمين. علي صوتك بالتسبيح وانشد المسيح للإسم الغالي العالي اللي ليه كل المديح وليه كل السجود وليه كل الحب والإكرام. صوتك بالتسبيح وانشد للمسيح هو الإسم الغالي العالي ليه كل المديح. علي صوتك
بعد كل ده المسيح قام. الحقيقة قام. عايزين نسمعها بره قوي. المسيح قام. الحقيقة قام. المسيح قام. الحقيقة قام. المسيح قام. الحقيقة قام. هللويا. المسيح قام. المسيح قام. بالحقيقة قام المسيح قام بالحقيقة قام كيف لي أن أبكوزا بائسا في الجرموزا وشمس الرجاء إلها
كم واحد انبسط من الخدمة النهاردة؟ لا ايه ده؟ مش برافع ايد، انا ما قلتش برافع ايد، كم واحد انبسط بالتسقيف؟ عايزين نشكر فريق الترميم الكنيسة على المجهود الرائع اللي عملوه، الدكتور شادي جورج على الأشعار الجميلة دي، والميديا والدراما والأطفال وكل اللي اشتركوا في الخدمة بتاعة النهاردة. بكرة مفيش اجتماع صلاة، بكرة تشموا النسيم مع العيلة، بس تصلوا في البيوت كعائلات، يعني هنصلي مش هناخد أجازة من الصلاة، بس هنصلي مع العائلات. خلونا نختم بالصلاة الربانية وبعدها البركة الرسولية. اسمعنا يا أبانا احنا ندعوك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح المقام من الأموات، محبة الله الآب، شركة الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم من الآن وإلى الأبد أمين.